السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله اليونت الثامن من كتاب النحو. الطلبة اللي ما عندهم فكرة عن كتاب النحو المرحلة الثانية يبدي من الفصل الثامن، والفصل الفصول السبعة الأولى غير مطلوبة من هذا المنهج. أغلب الأساتذة، وخلينا نقول 90% من الأساتذة، 90% هم ما يأخذون الأول 7 أفصل. إحنا راح نبلش من الفصل الثامن لأنه هو هذا المهم. البداية definition of morpheme، هذا تعريف. morpheme is a short segment of language that meets three criteria. نبلش بأول خاصية من خصائص المورفيم. it is a word or part of word that has meaning، إذن هو كلمة أو جزء من كلمة اللي حيث أنه يحتوي على معنى. ثالثا it cannot be divided into similar smaller meaningful parts without variation of its meaning or without meaningless reminders. يعني شنو؟ يعني اقول لك ما يصير نقسم هذا المورفيم. هذا المورفيم هو اصغر وحده وما يصير نقسمه، اذا قسمناه المعنى راح يختلف وماكو معنى يصير للمورفيم، لان المورفيم وحده يحتوي على معنى. الثالثه it occurs in different variable environment with a relatively suitable meaning. يقول لك انه كل ما يعني recurs in different variable، يعني يقصد انه يحدث في اماكن مختلفة من الكلمة وتغييره يؤدي الى تغيير المعنى. هذا اللي يقصد بيته. انت المطلوب منك تحفظ هذه 3 خصائص، تحفظ ونحفظ. هنا ما عندنا شيء مهم. هذا الشرح ما بي اي فائدة، بس مجرد لك تقرأ انت تطلع عليه وخاف ما اصلا حتى فراغ شيء ما يجي من عنده، لان مو كلش مهم. راح نجي نحل على هذا التمرين. هذا اكسرسايز 8-1. يعني شنو معناها؟ معناها اليونت الثامن التمرين الأول. شوف play شو يقصد هنا. قال لك after each word write number showing how many morpheme it contains، كم مورفيم بالكلمة. play هذه وحدها تحتوي على مورفيم، زين. النقطة الثانية اللي قال لك free play، أنا عندي play واحدة، هي هذه وينها؟ أضاف لها ري صارت 2 وإلى آخره. date بها واحد، keep بيها واحد، مانلي هذا مان واحد، وال واي 2 ولا اخره. ما به شيء، كلش سهل. وراح تعرفون شنو المورفيم ان شاء الله بالتكمله هسه ان شاء الله. مثل ما قلت لكم المورفيم هو اللي له معنى خاص بي وحده بدون اضافه. خلينا نقول شلون الفعل المجرد بالضبط. هو الفعل المجرد يعتبر مورفيم، يعني ما بي اضافه، بذن بدون اضافه. هسه شوف هذه رين بدون إضافة تعتبر مورفيم واحد، بس من ضاف لها الواي صارت 2 morphemes. شوف هنا قال لك write the meaning of the morphemes. طبعا معنى المورفيمات إن شاء الله راح ننزله بملزمة خاصة بي. معنى كل مورفيم مثلا unable، هذه أن شنو معناها؟ unable يعني معناها غير قادر. إذن أن معناها تعني بمعنى الغير، يعني بمعناها تعني نفي. خلينا نقول كذلك inactive نفس الحالة. replay re معناها to repeat something، أنك تعيد شيء ما. المعنى لكل مورفيم راح أنزله فيديو خاص بي مع معنى كل مورفيم، معنى المورفيمات اللي باللغة الإنجليزية راح أنزله فيديو خاص بي. انت المطلوب عندك بس ذني تحفظهن، تمارين موجودات بالكتاب تحفظهن، تكتبهن كتابة، تكرر اكثر من مرة، تترجم وتحفظ تحلهن. هذا المطلوب منك. انت تريدهن بشكل اعمق، انتظري راح انزل فيديو واكتب معنى الفيديو، يعني عنوان الفيديو معنى المورفيمات the meaning of the morphemes. هواي تقريبا احنا راح ناخذ نكون اللي يجن بالبدايه واللي يجن بالنهايه والى اخره، يعني الاضافات ذني اللي راح ندرسهن، الاضافات اللي موجودات كلهن راح اوجد اخليكم اياهن فيديو خاص بعون الله تعالى. نجي هنا free and bound morphemes. bound المورفيمز ار اوف تو كاينز، اذا هذا يجيك فراغ. المورفيمز شبي تو كاينز، free او bound، يا اما free او bound. free morpheme is one that can be uttered alone. هذا تعريفه، تحفظه. الfree هذا تحفظه، الfree هذا تقدر تكتب بيه الان تحفظه.
can be uttered alone. ممكن أن يكون وحده بمعنى هذا. يعني ممكن أن يحتوي على معنى هو وحده. هذا اللي يقصد بالfree morpheme. كمثال in reply to what are going to do now, you might answer eat. This is a free morpheme. إذن eat يأكل. ده تشوف eat وحدها. بيها eats بيها eating. من نشوف الكلمة وحدها مجردة هذه تعتبر مورفيم. واضحة؟ العفو مو مورفيم. هي أكيد مورفيم بس شبيها بها هي هذه فري مورفيم. نجي على الباوند مورفيم. تعريفه من هو؟ شنو؟ unlike the free cannot be uttered alone with meaning. يعني ما يمكن أن يكون واحدة بمعنى. يعني إذا أجا واحدة ما أقدر ألقى إلى معنى. هذا اللي يقصد به. مثلاً مثال على هذا الشيء. يعني شلون عندك مثال على هذا الشيء؟ راح أعطيك مثال هسه. مثال عليها speaker. هذا الـ ER. لقيت يوم بحياتك ER ماكو ER بذات معنى. الـ ER ما تحتوي على معنى واحدها. أنا دحكي لك يعني ممكن تحط لي ER بجملة واحدها. هذا اللي أقصده. أو مثلاً أن أو مثلاً الواي. أصلاً أنت تقدر تخلي لي الواي بجملة. يعني الواي تحطها واحدة بجملة. إذا ما تلها بجملة هو هذا يعتبر الباوند مورفيم. يعني ما إلا واحدة. يعني ما يترجم. هسه هذا الايدي شو بره ترجم اياها ايدي بس ايدي واحده حط ليها بجمله واحده باللغه الانجليزيه هي ادري بها لها معنى معناها هون للماضي لا بس اقصد انه هي بحد ذاتها واحده ترهم جمله اذا ما ترهم اذا هذه تعتبر باوند مورفيم. هذا المثال الثاني قال لك underline the bound morphemes it possible for words to consist entirely of bound morphemes speaker underline the bound morpheme. The bound morpheme حدده. شوف kingdom. هذه king لها معنى اي ملك. ودوم هذه ما لها معنى. kingdom. شوف. نفس الكل. نفس الضابة. أسا هذه. by mass. هذه P والI. زين أنا شلون أعرف طبعا الحل موجود بنهاية الكتاب. بس أنا شلون عرفت P والI ما لهن معنى. حط لي أهن معنى واحدة. P والI والO. لهن معنى. حط لي أهن واحدة. ما تلقى يعني ما تقدر تستخدمهن بجملة خاصة بهن. هذا اللي يقصد به. أندو هذا يو أن حط ليها بجملة واحدة. يعني تقدر تقول I was أن مو أندو بس أن واحدة. هذه واحدة ما لها معنى. هذا تعتبر باوند مورفيم. هذا التقسيم الأول انتهى. إذن المورفيم يقسم إلى قسمين إلى باوند وإلى فري. هسه راح نجي على تقسيم آخر للباوند للفونيم اللي هو شنو البيسز. هذا يعتبر يعني تقسيم آخر. يعني ما ذني انتهن. هذا تقسيم. هذا تقسيم جديد. هذا مو تقسيم رابع. يعني هذا مو نوع ثالث. هذا النوع الأول. النوع الثاني انتهى اللي هو الفري والمورفيم. هذا انتهن. أكو تقسيم جديد. تقسيم جديد اللي هو ذا البيسز. فمثل ما قلنا البيسز هو يعتبر تقريبا حال الفري بس يختلف بي في ميزات يختلف. إذن هو مو نوع ثالث. هو حال فري بس بيه فد ميزة تختلف عنه. راح نجي basis and a base morpheme is a part of word that has a principal meaning. إذن هي الجزء من الكلمة حيث أنه يحتوي على المعنى الرئيسي. principal meaning يحتوي على معنى رئيسي. واضح؟ نجي يعني هو منطق هنا منطق عليه مثال عليه هنا شوية يعني مو واضح الكتاب أرجل معذرة طبعا مثلا النسخة اللي جاتها بالكتاب يعني الكتاب ما موجود على الانترنت خلاص أعجز دورت ماكو بس هاي النسخة اللي جاتها أنا نجي the bases are very numerous and most of them in English are free morpheme. هذا شوف هن أغلبهن هن free morpheme. يعني هن نفسهن ممكن يجيك فراغ هذا دير بالك يقول لك most of bases morpheme in English are frog morpheme free morpheme but some are bound لكن بعض منها bound like spent and consist هذه مو واضحة الأمثلة يعني هنا باوع هو ده يعطيك مثال يقول لك مثال مثلا عليها consent يقول لك هذه bound morpheme يقول لك a word may contain one base and several affixes يعني
تشوف الكلمة ممكن أن تحتوي على واحد بيس واحد وأكثر من أفكسز، ممكن تجيك فراغ. صح، فقط تقرأ أنت عليك تحفظ التعريف البيس، تحفظ التعريف مالته وتنطع لي مثال. هسه راح أعطيكم خصائص مرات أهم جدا مهمات. شوف يقول لك it occurs as a meditate concentration of word whose only their imitate consistent is prefixes or suffixes. يعني القصد من هذا الجملة، يعني قصده انه هي ممكن هي ان تكون، يعني شنو اوصل لكم اياها، يعني قصده انه هذا البيس تكون رئيسية. هذا المقصد، هذا اول ميزة بيها. يعني شوف هو ايش قايل لك، immediate constituent، immediate constituent يعني خلينا نقول المؤسس الـ يعني الـ يعني شلون المقوم او العنصر الاساسي في الكلمه. هذا قصد immediate constituent is prefixes or suffixes. واضح، هسه راح تعرفون شنو قصدي. ده شوف freaked active realize، يعني يقول لك هذه الريكت، هذا الريكت يعني البيس، يعني يعتبر هو المقوم الأساسي، بحيث إذا حذفت البيس ماكو معنى بالجملة. هذا اللي يقصد به، هذا اللي يقصد به أنه هي مقوم أساسي أو العنصر الأساسي بالكلمة العفو. نجي على الجملة الثانية، it is an allomorph of morpheme which has another allomorph that is free form. يعني شنو قصده؟ يعني قلت باوع بالبداية خلنا أعلمك شنو الألمورف. الألمورف هو جزء من المورفين، حيث أنه يتغير حسب المعنى. يعني شنو قصدك جزء من المورفين؟ يعني مو قصدي يعني يتقسم من عنده، لا، يعني خلنا نقول عليه نوع من عنده، يعني إطار من عنده. يعني الألمورف يتغير حسب السياق، دائما الألمورف يتغير حسب السياق. طبعا المورفين انا قلت لكم وارجع اقول لكم ما يمكن تقسيمه، يعني انا ما اقدر اقسم الالمورف الى وحده اخرى، ما اقدر، لكن ممكن يتغير. ايه بس اذا تغير ما يعتبر المورفين. ارجو ان تفهمون قصدي، المورفين ما يتقسم، اصغر وحده بس ممكن اغيره. ايه ممكن اغيره بتغيير الالمورف، لكن اذا غيرته يصبح مورفين؟ لا، ما يصبح مورفين. هذا المقصد بالالمورفين. يعني اذا غيرنا الألمورف راح يتغير المورفيم، وبتغيير الألمورف من تغيير المورفيم ماكو مورفيم، هذا يعتبر. واضح، هذا هيك هيك ممكن توصل لكم الفكره. يعني ان شاء الله وصلت لكم الفكره، اللي ما وصلت الفكره يعني ممكن واحد يعني يعلق له حتى انا ان شاء الله اضيف له. depth deep، ده تشوف اكو تغيير هنا. ليش تغير؟ تغير حسب السياق. ليش اكو ألمورف؟ تغيير الألمورف تغيير مورفيم، هذا اللي يقصده. واضح، هذا انه يمكن يجينك فراغات. It is طبعا هنا مثل ما قلت لكم which has another allomorph، يعني تحتوي على allomorph اخر، that is a free form، اللي هو يعتبر free form، تحتوي على allomorph اخر اللي هو free morph. انت المطلوب انك منك تحفظ هذه النقاط. ممكن يجينك فراغات، ممكن يجينك صح وخطأ، ممكن يجينك فرع يقول لك اكتب خصائصهن والى اخره. It is borrowing from another language. أهم ميزة بهن هذه، أغلبهن إجن من غير لغات، مو من اللغة الإنجليزية. هذا اللي يقصد به، يعني ذني كل البيسز إجن من غير لغات، أغلبهن from another language in which it is a free form or base. واضح، اللي هي تعتبر free أو base، إذن هي اشتقت من غير لغات. هذا اللي يقصد به. شوف هنا أقول لك underline the base says in there in these words womanly. قلت لكم وارجع اعيد مره اخرى، اجعل كلمه يا هو جزء من الكلمه اللي واحد يأتي معنى، بعيد اذا حذفت الجزء الاخر الجزء الثاني ما يتاثر كمعنى. هسه هذه womanly، احذف الالواي، هذه الالواي حذفت، بقت women. ومن لها معنى؟ هي لها معنى، اذا لها معنى تعتبر بيسز بيس. هذا نجي على اي كلمه هسه تريدها، طبعا هنا موجود الحل، اي كلمه تريدها احذف الشيء اللي ممكن تحذفه. هسه هذه جمله حذفت ان وحذفت الواي، ايش بقى؟ بقت كلمه لايك.
لايك لها معنى؟ إيه لها معنى. إذا لها معنى تعتبر بيس مارك. هذا اللي أقصد به. إن فيمس حذفت الإن وبقت فيمس واحدة. فيمس واحدة لها معنى؟ إيه لها معنى. شنو معناها؟ مشهور. إذن هذا واضح. أو ممكن تقول بس فيم. الناس هذه فيمس. هذا لازم ترجعها على الفيم. وموجود الحل، هو موجود، موجود الحل بنهاية الكتاب. تقدر تتبع الحل ويا أنت تحاول تطبق وتقراهن وإن شاء الله تفهمهن. هذا تمرين على نفس الفكرة، ماكو أي إشكال. هذا write in the blank the meaning of the bound bases to be exact we should write these words below in phonemic script to show the various form of base. هذا تمرين قال لك اكتب الفونيميك فونيميك سكريبت حتى تشوف الفرق بيناتهم. هذا تمرين مو كلش مهم، يعني ما عليه تركيز، واصلا ما يعني حتى احنا مشان الاستاذ مالتنا ما ركز عليه. اذا مو كلش مهم، حاولوا تطلعون عليه. واذا استاذك لح عليه حفظ الحل مالته، مو كلش مهم طبعا. هذا بقى عندنا الجزء الثاني، نجي على هذا التمرين نشوف لكم هذا التمرين شنو. look up in your disk dictionary meaning of the bound bases. الباوند هذني مثل هذني، مثل ما قلت لكم هذني راح انزلهم فيديو خاص بهن جيوغرافي. اريد اعرف الجيو شنو معناها والاجرافي شنو معناها، بايولوجي شنو معنى باي، شنو معنى لوجي. وهذا كلهم راح انزلهم ان شاء الله فيديو خاص معنى الاضافات، معنى الافكسز والافكسز والتفصيل هنا وفوائدهن، وانزل لك انا فيديو خاص بهن ان شاء الله تفتهمون اكثر باكثر. انتهى الحل عندك، موجود الحل، تحفظ الحل مالتك والاضافيات. انا راح اسوي كمان فيديو خاص بهن ان شاء الله، خاف يجيب لك الاستاذ شيء خارجي. لهنا ان شاء الله انتهت هذه محاضرتنا الاولى، ونكمل ان شاء الله في محاضره قادمه. عندك هذه المحاضره تقراها تضبطها شد حيلك حتى ان شاء الله بعون الله تعالى تسوي لنفسك امتحان، واللي يريد امتحنه اني وضبطها بعون الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الثانية من الشابتر الثامن اللي احنا تكلمنا عنه، وقلنا هو يعتبر اول فصل في كتاب النحو للمرحلة الثانية للطلبة اللي ما عندهم فكرة على هذا الكتاب وجدد الكتاب، اسمه Introductory English Grammar. هذا كتاب المرحلة الثانية باي ستينجبل، كاتب ستينجبل. وهذا بالبداية أول يعني تأكملة، أول موضوع difficulties in morpheme analysis. هذا معناه شنو؟ صعوبات تحليل المورفين. يعني شنو؟ يعني أنت لما تلقى كلمة ما أكو فت قاعدة، يعني خصوصا إذا هي كلمة جديدة ما عندك فت قاعدة تعرف من خلالها تحلل هذا الجمل الكلمة العفو. يعني أنا مثلا من أشوف فرضا عندي أبسط مثال، فرضا عندي مثلا difficulty. زين أنا هذه difficulty هذه الكلمة ما أعرف، يعني مثلا ما أعرف شنو أصلها، صعبة هنا راح تحللها. فهذا اللي يقصد بيه الصعوبة. يقول لك أكو شخص يشوفها يقول لك هذه مورفيم كان بوحدها، يقول لك لا هذه بيها أكثر من مورفيم، هذا يقول لك بيها إضافة. فهذا اللي يقصد بيها إنه هذه بيها صعوبة. وهذا الموضوع بس اريدك هذا اللي تفهم من عند اكو فت الصعوبه، يعني انه انت ما تقدر تحل. مرات الاي ار ما تعرفها، الاي ار مالت الاي ار المقارنه، اي ار اللي تنضاف للاسم، او اي ار التكرار، يعني دوخ. فهذا اللي يقصد انه يقول لك اكو صعوبات، واحنا ان شاء الله راح نعالجها بتمارين المواضيع القادمه. هذا اللي يقصد بيه. هنا منطق هذا التمرين، هذا التمرين اوبشنال اختياري، ممكن تحل اكثر من حل اصلا مو مهم. زين، والحل مالته موجود بنهايه الكتاب اذا الاستاذ طالبه من عندك. احفظ انزل لي هي، او مو كلش مو انا متاكد ما ياخذون. زين، هسه عندنا افكسز. شنو الافكسز؟ ها تذكرون بالبدايه اخذنا الباوند مورفين والفري مورفين، اخذت لكم انه بيسز مورفين، وهسه عندنا الافكسز مورفين. الافكسز هي نفسها باوند مورفين بس بيها شغله واحده تختلف كم شغله. انافكس از bound morpheme، هاي مهمة كجيك فراغ، هي bound morpheme that occur before or within or after base. after base إذن ممكن أن تحدث بسط أو قبل أو بعد البيس. there are three kind
prefixes شنو prefixes؟ الإضافات اللي تجي بداية الكلمة. infixes شنو اللي تجي وسط الكلمة؟ مثلا شنو ما؟ مثلا شنو ما؟ مثلا كلمات تتغير، مثلا شنو؟ راح تشوف هسه بالجمل القادمة راح أقول لك إن ذن infix. suffixes الكلمات التي تتغير نهايتها. two of which you have already met in passing. يقول لك اثنين أخذتهن. now we should deal with them in a greater detail. هسه راح ناخذهن تفاصيل أكثر. راح نجي الحكي كل ما لكم علاقة بي. زين. شوف شو يقول لك. prefixes choose one of the fits in the word and write in the first column. In the second column write another word containing the same prefixes with the same meaning. number 37n is going to a verse and prefixes morpheme. يعني شنو قصده؟ شوف شو يقول لك. antifreeze freeze معناها يتجمد. antifreeze معناها غير، يعني لا يتجمد. antivirus ضد الفيروس، ضد التجمد، هي هذا اللي يقصد. إذن الأنت، وأنا قلت لكم راح أشرح لكم إن شاء الله الإضافات كلهن بفيديو. هنا إيش يقول لك هنا؟ التمرين موجود الحل مالته. أنا حقيقة أحب الطالب هو يروح يبحث يدور الحل، مو تجي كل شيء جاهز. أنت إيش راح تسوي هنا؟ بالبداية لازم نعرف السؤال بالضبط شنو هو، شو يريد من عندنا أو بالكتاب شو يريد من عندنا. اللي يريده من عندك يقول لك اكتب لي معنى الإضافة. هسا هذا مثلا أنت اكتب لي معناه هنا. أنت فيروس، أنت فريز، اكتب لي معناها إيه هنا بهذا الحقل الأول. وبالحقل الثاني شو يريد منك؟ اكتب ليها مثال يختلف عن هذا. ها يعني مثلا ده تشوف انت، انت فريز، انت معناها ضد، اجينست. زين هذا هنا راح اكتب اجينست بالفراغ. زين الفراغ الثاني ايش اكتب؟ انت فيروس، انت مسل، والى اخره. اي شيء تقدر تكتبه بس اكون صحيح. نجي على ناخذ لنا فد مثال اخر والباقي انتم تحلونه، تعتمدون على انفسكم. فري وير، هذه الكلمه اجتنا احنا من الثاني، انا اجتنا بالامتحان الفاينل. فري وير، بي ار اي، البي ار اي ها هنا اللي يقصد من اللي يريده منك هو هنا المعنى بالحقل الاول. بري معناها السابق، ها لان هنا راح تكتب هنا شنو؟ السابق. راح تكتب هنا كلمه السابق باللغه الانجليزيه يعني. before مثلا، وهذا طبعا اكو تمارين لهن اكثر من الحل مثل ما قلت لكم، احنا نعتمد على الكتاب لكن لهن اكثر من الحل. هسه مثلا بري نقدر شنو نقول؟ نقدر نقول بي ار اي، نقدر شنو نقول مثلا؟ مثلا previous previous previous، هذا نقدر نكتبه او الكتاب هو كاتب لك كلمه. هذا المقصد من هذا التمرين. انت شنو واجبك؟ واجبك هسه مثلا هذه الاخيره، خلينا نشوف لكم الاخيره. ان معناها يعني شيء عكسه، يعني against مثلا. زين undress حط مثال، مثلا unhappy مثلا يصير يعني اكثر، يصير اكثر من حل. هذا المقصد بهذا التمرين. الواجب عليك انت انه تحفظ هذه البادئه اللي موجوده بالبدايه، وتحفظ معناها ها، وتحفظ ان تحط لها بجمله اخرى. هذا المطلوب من عندك لا اكثر ولا اقل. تقراها سهلات وما بهن كل صعوبه. الله يوفقكم ان شاء الله. نكمل. زين راح نجي infixes are bound morphemes. شنو الانفكسز؟ الانفكسز هي الاضافات التي تاتي بوسط الكلمه. وينك اضافات بوسط الكلمه؟ ها هذني معناهن الاضافات اللي يجن مثلا ويا الجمع. مثلا مثل ايش؟ شلون يعني ما افتهمنا، وصلنا الفكره اكثر استاذ. هسه مثلا
أني من أريد أجمع من توث تيث مو راح تغير بالوسط من تتغير بالوسط هذه معناها الإضافة get got الإي راح يصير أو هذا معناها الإضافة إذا تعريفه that have been inserted within a word التي شنو يعني توجد في وسط التي حيث أن تغيير يحدث في وسط الكلمة واضح هذه وهذا شيء قليل يعني تحفظ تعريف إلي هنا وهذا هو. هذا تمرين عليها قال لك بين لي الإضافات الوسطية foot feet mouse mice take took taken grow crew crown وإلى آخره تل هذا التمرين نجي على المجموعة الأخرى اللي هي ثالث مجموعة وأنا قلت لكم وأنا شارح هذا الكلام كله تعصب بوري بس أريد أجي أحلل الحكي كليته نحلل بال على الكتاب suffixes are bound morphemes that occurs after base أها إذن هي تحدث بعد البيس like shrinkage fuller noisy realize إذن الإضافات التي تأتي نهاية الكلمة تعتبر suffixes هذا المقصود به تحفظ التعريف مالتها راح نجي نحل على هذا التمرين هذا التمرين شو المطلوب من عندك يقول لك after each word write the number of the suffixes it contains اكتب رقم السفكسز الذي تحتويه الكلمة يعني شنو يعني الكلمة ممكن تحتوي على أكثر من سفكسز أنت تكتبش كم واحدة عندك راح تجي تكتبين أنت واجبك تحفظهم ذني لأن تجيب لي كان الأستاذ احتمال نصا واضح فواجبك أنه تحفظ هذه الأضافات أحلل لكم أول واحدة شوف بالبداية ضايفين الاس هذه الاي اس تي هذه الاضافه الاولى هذا رقم واحد والاس الاخيره مالت الجمع هاي صارت اضافتين نجي على الثانيه بيرسون شخص بيرسونالي يعني اللي الواي اللي هنا هناك واي هاي اضافه رقم واحد اي تي واي هاي اضافه رقم اثنين والاضافه الثالثه الجمعناها خلينا قلبنا الواي الى اي ضفنا اي اس صارت personalities صارت ثلاث اضافات هذا المقصود به هنا ثلاث اضافات friend صديق friendly صارت ضفنا لها الواي صارت اضافه واحده friendless ضفنا لها اي قلبنا الواي الى اي ضفنا اي اس تي سويناها مقارنه صارت اضافتين هذا المقصود به انها تحتوي اكثر من اضافه نجي على التمرين 8 إلى 11 هذا التمرين شنو المطلوب من عندك each group contains base and suffixes قال لك هذا تحتوي على base و suffixes make each into a word خلي كل واحدة بكلمة in each case see if more than one order of suffixes is possible يقول لك احتمال أكثر من احتمال يعني أكثر من احتمال عندي بالكلمة هنا ايش راح تسوي انت شون راح تجاوب راح تيجي على الكلمة بالبداية احنا عندنا نطلع الفري مورفيم هذا live يعيش زين كلمة live يعيش هذه هي فري مورفيم زين شون عرفتها فري مورفيم لانها تحتوي على معنى وحدها بدون اضافة يعني اقدر احطها بجملة بدون ما اعاني ترهم بجملة لها معنى وحدها بدون من احطها بجمله يرهم لها معنى واضح يعني بدون اضافه زين عندي اي دي وعندي اي ان هو منطيك هذا الاجزاء جاي لك رتبهن ها وطلع لي كلمه ذات معنى زين شوف انت ايش راح تسوي زين يصير اقول لايف ودبل اي والنوب دبل اي ونوب دي ما يصير ليش لان ماكو كلمه بالانجليزي لايفيد خلاص باللغه الانجليزيه ماكو انا ايش راح اسوي راح اقول لايف نيت يعني هذه اللايف تنزل وحط وياها الان حتى تصير لايفن
واحط وياه النوب ايدي، وبذلك راح يصير عندي معنى. زين، شلون اعرف حلي صحيح؟ من اكمل الحل اكتب الكلمه كلها بالقاموس، اذا طلعت الكلمه صحيحه تمام، ما طلعت الكلمه صحيحه هذه خطا، والحل موجود نهايه الكتاب، انصحكم تحفظونه لان اغلب الاساتذه يجيبون نصا. هذا بالنسبه للسفكسز والافكسز، ومثل ما قلت لكم هذا التقسيم مهم جدا لازم تعرفونه، اللي ما فهم التقسيم بس يقول لي على مود ان شاء الله ادزل هي ابسط واسهل بعون الله تعالى. المحاضره القادمه ان شاء الله راح ناخذ الريفلكشنال افكسز بعون الله تعالى ونشرحها بالتفاصيل. اتمنى ان استفدت من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الريفلكشنال افكسز، اللواحق الإعرابية. زين، هذن عددهن 9، مهمان جدا لأنه عن طريقهن إن شاء الله راح نميز اللواحق الأخرى. يعني مثلا عندك اللواحق التصريفية derivational affixes، هذن inflectional affixes راح من خلالهن نعرف الفرق بينهن وبين الأخرى، فذن كلش مهمات لأن ذن محددات وبين خواص، ممكن يجيب لك اياها تعداد، ممكن يجيب فراغات، ممكن كل شيء يجي. نجي نقول اول نوع اللي هو اس بلورال، هذه اس الجمع، هذا اول نوع، هذا ممكن تجيك. النوع الثاني اس التملك المفرد. النوع الثالث اس التملك الجمع، لما يكون جمع. النوع الرابع هذا أس الشخص الثالث. النوع الخامس ing الفعل، discussing eating studying. وعدنا أيضا DPT، يعني شنو هذا قصده؟ يعني قصده الفعل بشكل الماضي، يعني مثلا هذه رايد يركب بالماضي راح يصير رود، او مثلا عندنا جو وينت كذلك نفس الحاله. زين، انا شنو تقصده يعني بالضبط؟ انت ما افهم كلامك. القصد انه انا من القى هذه الاي ان جي ويسالني عليها الاستاذ شنو نوع الافكسز، شنو نوعه، راح تقول لي انفلكشنال، وهذني الهن خواص. خواص، هذه الخواص راح نتكلم عنها بالتفصيل الآن إن شاء الله، بس نكملكم تعداد هذه. زين، إذن هذا أي فعل بالماضي النوع الإضافة هي شنية inflectional، واضح. النوع الثالث شنو PP، إذن لما يكون الفعل بالتصريف الثالث للفعل eaten هذا بالتصريف الثالث، إذن إذا هو تصريف ثالث للفعل يا نوع شنو نوعه؟ reflectional affixes. وعدنا الـ RE بالنسبة لمن؟ للصفة R لمن؟ للصفة، حتى تكون مقارنة. bald balder، soon sooner، near nearer nearer، واضح. اذن هذه الاي ار شنو نوع الاضافه مالتها؟ الفلكتشرال افكسز. ليش؟ لان من ضمن هذه 9. وعدنا ايضا الاي اس تي، ايضا هذا الاضافه تعتبر الفلكتشرال افكسز، هذه اللي يسمونها بالنسبه للتفضيل، نضيفها للصفه حتى تكون تفضيل، نفضل شيء عن شيء. زين، لازم نركز على هذه الاربع نقاط، جدا مهمات هذه النقاط، جدا مهمة. النقطة الأولى they don't change the part of the speech، ما يغيرن جزء الكلام. ما فهمت شنو قصدي، شنو جزء الكلام؟ يعني شنو هو؟ يعني أنا من عندي called من ضفت لها ال ER أو ال EST بقت صفة مثل ما هي. أنا عندي فعل بالماضي سويته تصريف ثالث، رجعته للمجرد هو نفسه فعل، هذا اللي يقصد بيه. يعني ما يغير، يعني ما يكون الاسم يصير فعل. ثاني نقطة، they
كم لاست ان ذا وورد، يعني شنو يعني اخر شيء هن يجن بالكلمه، ها يعني من يجن يسدن الكلمه بحيث من تلقان ما تقدر تضيف لهن شيء اخر. يعني مثلا يعني ما ممكن اقول call the rest، ما اقدر اقول مثلا blading blading، ما اقدر اضيف اضافتين سويه، يعني هي من يجي بالاخير ينهن الكلام، ينهن الجمل بعد ماكو اضافه الهن. وهاي اكو خاصيه، هذه هاك ابيها فائده، هذه هذه الجمله النقطه بها فائده، وراح اعلمكم عليها وين موضوع اسمه بالتقطيع، تقطيع الكلام، وراح اعلمكم ان تقطيع العفو تقطيع الكلمه، وراح اعلمكم شنو فائده هذه، هذه النقطه تذكروها. النقطه الثانيه يجي اخر شيء بكم، نجي النقطه الثالثه الرابعه العفو النقطه الثالثه they go with the stem of given part of a speech. He eats, he drinks, he dreams. يعني شنو قصده؟ They go with stems of given part of a speech. Stem شنو معنى stem؟ Stem معناها الأصل، يعني هن يجن ويا الأصل. ها يعني eat eats. ها يعني ما ممكن، يعني هو نفس يعني نفس الإطار مات الجملة الثانية، يعني ما نقدر نضيفهن الا هي مو مجرد، يعني الفعل مو مجرد، ما اقدر اضيف الاسئلة. اذا دائما ينضاف عندما يكون الفعل مجرد، عندما تكون الكلمة اصلية بدون اضافة، هذا اللي يقصد به النقطة الثالثة. النقطة الرابعة they don't pile up all needs a word، يعني شنو؟ يعني ما ممكن تضيف اثنين سوية، هذا اللي يقصد به هن اذا تحفظهن نصا، يجنك نصا واضح؟ يعني ما نقدر نضيف اثنين بس لازم نضيف واحدة من عندهم. راح نجي رأي the morpheme syllabic and name of each inflectional affixes in blood face tape that the term affix here includes both suffixes like dreamed and infixes like swam rode and wrong. هذا التمرين شو يقصد بي؟ بقى منطيك جملة، شو يقول لك؟ شو يريد من عندك؟ نجي نكتب، احنا نكتب الاضافة او الشيء اللي انضاف. هسه مثلا الجملة الاولى the four، الجملة الثانية the four plots، هذه الاس ضفناها، شنو شنو هذه؟ هذه اس الجمع، ليش؟ لانضافة الاسم. هذا اللي يقصد بيه. راح نجي احنا نكمل هسه الجمله الثانيه ستوز، هذا التغيير ليش حدث؟ لان غيرناها للماضي. شنو نوع هذا الريفليشن؟ هذا معناه اكو تغيير هنا، وين صار التغيير اللي صار؟ شنو فائدته؟ اكتب له معناها، تكتب لي تحفظ. خلينا اشرح لكم اياهم كلهم. الجمله الاولى عندنا هذا الاو دبل او اللي هي ستان صارت ستود، شوف بي تي ماضي. الجمله الثانيه هذا الاس اس الجمع، بين اس الجمع. الجملة الثالثة، الجملة الثالثة Shirley blots to her to do her best، هذه أسس الشخص الثالث. ليش؟ هنا عندي four أربعة، هذا جمع، هنا عندي هذا شخص، هذا شخص واحد، إذا شخص واحد هذا يعني معناها شنو؟ معناها هذا هذا الأس انضافت أسس الشخص الثالث لأن هذا شخص واحد، واحنا نعرف ان اس الشخص الثالث انضاف اذا كان الفاعل مفرد، هذا الفاعل المفرد فضفنا اس. الجمله الرابعه هذا مبين اس التملك، زين ليش ما عرفتها اس الجمع؟ ليش ما سميتها اس التملك للجمع؟ لان احنا نعرف ان من الاس بها اثنين، عندنا هذه اس، هذه اس، وهذه اس، هذه للجمع وهذه اذا كان مفرد للتملك. راح نجي عندنا الجمله، وين الجمله؟ شوف بلس شيرت، هذا الاس، هذا بما ان الفارزه قبل الاس هذا مفرد، بما ان الفارزه بعد الاس هذا معناها الجمع، راح تجي تكتب noun plural noun plural possessive noun plural possessive، يعني الملكيه ملكيه الجمع، هذا يقصد به. هذا اي ان جي مبينه، هذا اي ار مقارنه، هذا اي دي ماضي مبين، هذا اي اس تي مبين تفضيل، هذا اي ان مبين تصريف ثالث، اي دي اي دي ing سهلات، حيث سهلات. هذا هنا the sheets، the sheets جمع مبينه، وهذا هنا he never looks، هذا اس شخص، ليش؟ هي مفرد looks. هذا بالنسبه لهذا
موضوع زين. يعني حقيقة هذا الموضوع سهل ومهم. هسه راح ننتقل إلى derivational suffixes. derivational suffixes جدا مهمات وبيه نقاط شوي لازم تركز عليهن. derivational suffixes عكسهن، عكس الافكسس. شو عكس الدنيجة؟ يعني شنو؟ أول نقطة بيهن هذه القاعدة، هذا اللي يقصد بيها هذه ماكو، هذا اللي يقصد بهذه الجملة كلها أنه ماكو جمل، ماكو قاعدة بالنسبة للدرفيشنال سفكسز. يعني احنا نعرف أنه بالرفنكشنال نضيف أس للاسم تكون جمع، نضيف إيدي للفعل تكون ماضي، نضيف أس للفعل هذه أس الشخص الثالث، هذه ما بيها قاعدة. أحيانا الأضافة نضيفها تكون اسم، أحيانا الأضافة تكون صفة، أحيانا كلمات بس صفات، أو كلمات بس أسماء، فما أكو قاعدة تخص بيهن. الجملة الأولى، القاعدة الأولى يعني من صفاتهن. The words with which derivational suffixes combine as an property matter to make noun from a verb. يعني يقول يعني تعتبر مسألة مختلفة، يعني ما كفت قاعدة، هذا اللي يقصد بيه. تحفظ أنت هذا الشيء، تحفظ هذه الجملة، هذا اللي يقصد بيه. مثال عليها هذا التمرين، شوف يقول لك حولنا إلى أسماء، زين أكو قاعدة ماكو قاعدة؟ ماكو قاعدة. هسه هذه حبي سعيد بدي احولها إلى اسم، لازم أقول happiness. زين هل أنه أنا كل كلمة أريد أي صفة أريد أضيف لها إي أن إي دبل أس تكون صفة؟ لا. زين شلون الحل؟ الحل تحفظهن بس، ماكو حفظ، يعني ماكو فت قاعدة، ماكو ماكو. هسه مثل هذه، فمثلا يعني مثلا هسه discover يعني هسه أنا discover إذا أريد أحولها إلى اسم أضيف لها N-E-S لا، ما لها قاعدة، ما كفت قاعدة تمشي عليها. Discoverness خطأ مثل. Discover شلون الحل؟ الحل Discoverment واضح. إذن أنا ما عندي قاعدة أمشي عليها لحل هذه المواضيع. الحل شنو؟ أحفظ التمارين، تجيني الأستاذ يجيب لي نصا أكتبهن. بس اللي هي الغاية مو بالتمارين ولا بالحفظ، الغاية أن تفهم الفكرة، تفهم الفكرة أنه هذه الديرفيشنال سافاكسز الشغلة اللي بيها مهمة أنه هي ما بيها قاعدة. أول نقطة، أول نقطة. القاعدة الثانية in many cases but not all، معظم الحالات لكن ليس بشكل عام، ليس كقاعدة. الديرفيشنال سافاكسز change a part of each speech. ها يعني هسه مثلا شوف هابي سعيد، هابنس صارت اسم، هي صفة، يعني معناها نغير من صفة إلى اسم، من اسم إلى صفة، هذا اللي يقصد بي، هذا اللي يقصد بي، واضح. مرات إحنا من فعل، مرات هذه الإضافة تنضاف الأكثر من الكلمة حتى نغير، يعني مو شرط مثلا يعني دائما تحول إلى الأسماء. يعني مثلا هي صفة، إذا أضيف لها إضافة أخرى يعني ممكن نضيف غير شيء. زين إذا أضافت غير شيء راح يتغير، إذا تغيرت شنو راح يتغير؟ يعني جزء الكلام، إذا تغير جزء الكلام يعني شنو معناه؟ معناه تغير الفورم مالتها، يعني أنت أنتجت لنا كلمة جديدة ذات معنى يختلف عن المعنى الأصلي. يعني سعيد تختلف عن كلمة سعادة، هذا المعنى، هذا اللي أقصد، يعني يغير part of speech. هذا جدا مهمة، تجيك فراغات صح، خذ كل شيء تجيك تقرأها تركز عليه. شوف هسا هذي، شوف قال لك break هذي noun وverb، تجي كnoun وتجي كverb، noun وكverb. package ضفنا لها الـ a والـ g والـ e صارت noun فقط. إذن هذه الإضافة من أغيرها تغير، يعني هنا كانت ممكن أستخدمها كصفة كفعل وممكن أستخدمها كاسم، بس هنا صارت بس اسم. إذن شوف هذا معناها تغير، هذا اللي يقصد بي انه هي تغير، واضح. يعني هسه مثلا هذه rehearse، هنا صارت rehearsal noun، تغيرت، انتجت لنا كلمة جديدة. صحيح المعنى يعني احتمال يعني مشتق من اصله، لكن هو معنى مختلف، معنى مختلف، استخدامه غير استخدام، كمعنى يعني خلينا نقول قريب بس دير بالك. هذا اللي يقصد، اذا تحفظ المهمات ممكن يجيب لك الاستاذ ف
فراغ وصح خطأ، حاول تقرأ هناك خير من مرة. النقطة المهمة أيضا الديريفيشنال سفكسز يوجوال دو نوت كلوز اوف، يعني شنو؟ يعني ممكن أضيف لهن أكثر من كلمة. مثلا مثال يعني شنو؟ ما أفهم شنو قصدك. يعني هسه مثلا أني مثلا من عندي فرضا doubt شك، doubtful مشكوك فيه صفة، أقدر أقول doubtfully؟ يعني أقدر أضيف لها نوع إضافة ثالثة؟ إي أقدر أضيف لها إضافة ثالثة. ها ماكو إشكال، إذن هن ما يسد للكلمة، الكلمة ممكن تكون مفتوحة، ممكن أضيف لها أكثر من إضافة. هذا اللي يقصد derivational suffixes do not close off word، ما يسد الكلمة، ممكن أستخدمها أكثر من استخدام. التمرين كلش سهل، قال لك add suffixes which already end in derivational suffixes. يعني اللي يعني هذا التمرين، التمرين هذا حلو ليش؟ لأن شوية بي فكرة. شطالب من عندك هو هنا طالب منك أن تضيف derivational suffixes اللي هي ما لها حد ولا لها طرف هوايهن للكلمات اللي منتهيات derivational suffixes. حتى شو تسوي؟ حتى يعني يثبت لك الفكره انه ممكن نضيف اكثر من اضافه بنفس الكلمه. هسه مثلا organization التمرين موجود الحل مالته، تحله وتحفظه، تمني كل سؤال هذا اللي يقصد به، معناها ممكن نضيف اكثر من اضافه، هذا اللي يقصد بهذا التمرين. زين هذا التمرين طبعا مهم تقرونه تطلعون عليه. هذا بالنسبه للديريفيشنال سفكسز وال العفو الفلكسرال افكس والديريفيشنال سبكس مهمات، تحاول تقرا التعريف اللي اشرت لك عليه، قلت لك عليه المهمات، النقاط، التمارين تقراها تضبطهن، وان شاء الله بقيه هذا التمرين وعدنا وقت البقيه ان شاء الله اشرحنا في فيديو قادم، فيديو قادم بعون الله تعالى. اتمنى ان استفدتم من هذا الفيديو، ويا رب يوفقكم وتفتهمون اكثر واكثر، واي سؤال ما واضح ممكن انا تسالني، انا مستعد اجاوبك بعون الله تعالى، حتى لو تأخر عليك بس أجاوبك بعون الله تعالى. يا رب التوفيق من كل قلبي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، اليوم إن شاء الله محاضرة أخرى من محاضرات النحو للمرحلة الثانية، واليوم عندنا محاضرة اللي هي تبدي ب noun diminutive forms، noun diminutive forms. المقصود بهذا الموضوع اكو suffixes يعني اضافات باللغة الانجليزية، هذه الاضافات شبيهة ممكن تصغر الكلمة. يعني شنو؟ يعني مثلا كلمة book، book كتاب، زين اريد اصغرها، يعني اريد اقول كتيب، من اضيف واحدة من هذني طبعا حسب الكلمة، مو كل كلمة تضيف لها يعني راح تصغر. مثلا هسه هذا شوف ال اي تي، من اضيف لها للكتاب راح يصير بوكليت، معناها شنو؟ معناها كتاب مصغر ولا اخره. هكذلك الاضافة اي تي سيركلت، فهذا المقصود به يعني نصغر الكلمة، هذا كل ما اقصد به. زين دير بالك اكو نقطة مهمة هنا، شو يقول؟ يقول warning to students، تحذير، يقول لك some of these diminutive suffixes have homophones that can be a source of confusion here for instance are four of them. اكو اضافات هذه دير بالك يعني تستخدم غير استخدام، يعني هي نفسها بس تستخدم غير استخدام. يعني يعني شلون مثل ما اخذنا تذكرون لا ينجي، قلنا لا ينجي بها اكثر من استخدام، اي ان جي تستخدم للفعل، اي ان جي للاسم، واي ان جي حسب، وكذلك قلنا الاي ار، الاي ار قلنا للمقارنه، واي ار للاسم، واي ار للتكرار ريبيتيشن. فانا هم نفس الحاله قايل لك اكو هذن الاضافات تستخدم اكثر من استخدام، هذا الاستخدام الثاني اللي واي ممكن تضاف حتى تتكون صفه، والاي اي حتى احيانا تكون اسم، وكذلك الاي دبل تي اي ممكن تكون الاسم
أنثوي، وكذلك الـ ING ممكن تكون للاسم أيضا، مثلا شيرلينج، فليدينج، نيستينج، ييرلينج وإلى آخره. وهنا منطينا سؤال قايل لك صغير لي هذا حفظ تحفظه حفظ، مثل بوب بوبي، جوز جوزلينج. هذا الحل كله موجود بنهاية الكتاب، تحاول تحله انت، واضح؟ وتحفظه زين. In addition to these six diminutives, many others have come into English as a part of a borrowed word. A borrowed word. هاي مهمة. A borrowed word معناها الكلمات المستعارة. يعني هذا أصلها مو إنجليزي. يعني جاءت إلى اللغة الإنجليزية. هذه المجموعة حاول تحفظها. يعني خصوصاً إذا طالبك الأستاذ. أكو أساتذة ما يطالبونهن أصلاً ولا يشوفونهن، مو مهمات فأنت لا تقرأهن. حاول تقرأ الأشياء المهمة بس اللي يركز عليها الأستاذ باليومي واللي يجيبها بالشهري دائماً. يعني حاولوا تسألون الطلاب السنة السابقة، تستفسرون من عندهم. فهذا إذا طالبهن الأستاذ تحفظهن، ما طالبك الأستاذ لا تحفظهن. زين، هذا التمرين نفس الفكرة. يعني صراحة أنا شفت أغلب الجامعات ما مركزين على هالأشياء، مجرد أنت تقرأ خاف طلبة من عندك الأستاذ إذا يطلبها من عندك. بس أنا الأشياء اللي أقول لكم ما أركز لكم عليها، ما أقول لكم مهمة، يعني خصوصاً طلاب السنة الجديدة لا تقرونهن. شوف السنة، شوف الطالب الأستاذ إذا أخذهن أوكي، ما أخذهن عوفاً. بس أكو شغلات مهمة يعني مبينة مهمة يعني زين، إذا أساسية لازم تقرأها. أكو شغلات لا، شيء ثانوي حسب الأستاذ، الأستاذ يركز عليها أو لا، وهكذا. نجي على هذا الموضوع مهم. immediate constitutions، هذا موضوع اختصاره التقطيع. هذا تقطع الكلمة باعتمادا على الإضافة اللي انضافت لها. يعني شنو؟ راح نجي على هذه الكلمة وأفهمكم وأنا أقول لكم شنو الموضوع. gentlemanly، gentlemanly. هذه الكلمة الآن أصلها gentle، ضاف لها مان، ونو ضاف لها الواي. آخر إضافة ضفنا لها شنية الواي. راح أجيب خط أجره هيكي وخليه أطول واحد جوا، وحطنا بخط بصف واحد، أقسم الكلمة من أحد. معناها شنو؟ معناها أني أفتهم إنه هذه الكلمة أصلها بس جنتل، ضفنا لها النوب هذا وضفنا لها النوب هذا الثالث. هذا الآخر شيء يصير طويل أطول واحد ويصير جوه، هذا يعتبر اخر اضافه انضافت له. واضح؟ زين، هسه هذه الكلمه نفسها اضيف لها يو ان. من اضيف لها يو ان اخر اضافه هي شنو اضفت لها؟ زين، احد طالب يقول زين انا كيف اضيفها؟ مو كيفك انت تضيف، يعني هذا اليو ان ما تقدر تضيفها انت قبل الالواي. يعني شلون؟ يعني مستحيل تلقى الواي، ها، ما تلقى الواي وتلقى يو ان. فهي اضافات. يعني مثل ما انا قلت لكم، تتذكرون انه قلت لكم مثلا يعني السان الاي ار، الاي ار قلنا نضيف من يعني نضيفها للاي ان جي، نضيفها للعفل الفعل حتى نحول الى اسم او الى زين. ممكن اضيف الاي ار الى كلمه مثلا يعني بها اي ان جي، مثلا هسه بلاينج، لعب، بلاينجرز، بلاينجر، ما اقدر اضيف لها هذه الاضافه. فالإضافات مو كيفك أنت تضيفهن، هو يلقاه هو يضيفهن، بس أنت يعني واجبك أنه تعرف تقسمهن. فهنا هسه عندك هذه الكلمة، هسه هنا آخر كلمة انضافت هي اليو أن. شنو عرفت أنا آخر كلمة هي اليو أن؟ ليش؟ دا تشوف هذه الكلمة، هذه شوف هذا آخر تقسيم لها، جه هنا أضاف لها يو أن. من ضاف لها يو أن راح أجر خطي هنا وحط هذا أطول واحد، أنزل شي يكون هو هذا، يعني يكون خلينا نقول أوطأ خط. نيجي على بعده، الإضافة اللي انضافت بعده شنية؟ انضافت الالواي، واللي بعده النوب الماء. احنا راح نبدي بالعكس، خلينا نقول يعني أول شيء هي جنتل، هذه النوب انضافت لها ماء، النوب الواي، والنوب يو ان. احنا ما نريد نقسم، نيجي بالعكس، نبدي آخر شيء شنية، آخر شيء الله انضافت شنية اليو ان، نحط نبدأ بها أول وحدة. إنه وراها الإضافة شنية الواي، وراها إنه إضافة شنية ما، وآخر شيء هذه جر خط وإلى آخره. والتقسيمات البقية هواي زين،
هنا عندك هذه هم ايضا امثله. شوف هذه كلمه ستارتد اخر كلمه اضافت شنو هي؟ اضاف العفو اي دي حطنا لها خط. هنا lifelessness lifelessness زين اخر اضافه شنو اضافت ان دبل اس بعدها اللي اضافت ال اس واصلها كلمه لايف. هاي الكلمه كذلك نفس الفكره اخر شيء كلمه اضافت ان تي اي صارت جوا نوب على حدا هذه اصل الكلمه شنو اصل الكلمه اصل الكلمه كلير ضفنا لها نوب اي سي نضفنا لها اي ال ونضفناها قبلها انت ان لوفل اصل الكلمه شنو لو قانون حطينا لها فل نوب يو ان. زين سؤال زين انا شلون عرفت اليو ان انضافت اخر شيء؟ ها هنا السؤال زين اليو ان لما تنضاف اليو ان احنا عندنا فكره ان اليو ان لما تنضاف تنضاف للصفه زين لو صفه لا مو صفه لوفل اذا هذه لو انضافت الى كلمه لوفل انضافت الى القانون ويا كلمه فل ويا اضافه الفل ليش؟ لان اليو ان ما تجي غير ويا الصفه والصفه بها فل ها اذا هذه الفل هي ويا الكلمه يلا جت اليو ان ها اذا ضايفين الفل بعدين ضايفين اليو ان هيش تحلل يعني هيش لازم شويه يكون عندك ادراك يعني واضح؟ تجعل الكلمة مثل يعني خلينا نقول ترجح الأصلها يعني نجي هنا على هذه الكلمة هذه الكلمة آخر كلمة ضافت لها أس الأس أس هذا آخر شيء ضافت بعدها شنو ضافت المنت بعدها شنو الآر إي زين ليش ما قلت المنت قبل الار اي ليش ما قلت المنت نوب الار اي الار اي ثم المنت ليش ها الار اي لما تنضاف تنضاف للفعل ما تنضاف للاسم والمنت هذا يعتبر اسم فهنا انت لازم تحلل الكلمه يعني تحللها هنا ري ام بروز شوف هنا هذه الار اي النوب بعدها شنو بعدها انضافت الاي ام واخر شيء بقت البروز فانت لازم تحلل الكلمه يعني فاصل الكلمه هذه اصل الكلمه هذه انضافت لها النوب الاي ام بعدها النوب الار اي النوب المنت النوب الاس هيك لازم ترجع على اصل الكلمه وتشوفها منين تحللت الأمثلة الموجودة عندكم يعني حفظ ما بها كله والأغلب الأساتذة يجيبوا نصا فلا تدوخوا أنفسكم يعني حاول تحفظ حفظ إذا ما شفتها صعبة عليك كفهم واضح فهي هو سهلة والله ما بها شيء بس يعني اللي ما عنده أساس وما قدر يفهمها يعني بعد هذا الشرح صعبة يفهمها يعني صعبة إلا يعني شو أقول لك يعني صعبة والله صعبة يعني بس انت حاول تحفظها يعني اللي ما فهمها حاول يحفظها هسه مثل هذه الكلمة انطيك مثال اخر مس جادجمنت مس جادجمنت زين انا عندك اصل الكلمة هي جادج اصل الكلمة هي شنو هي جادج زين انضافت لها منت اصبحت جادجمنت ولو ضفنا لها مس اصبحت مس جادجمنت فانا اخر اضافه اضافت شنو هي مس راح نبلش بها وتكون اطول شيء نوب على الحدا هذه نسويها والى اخره زين المواضيع المهمه طبعا مو كلش مهمه الالامورف تكلمنا عنها بحد بالمحاضرات السابقه وقلنا شنو هو وشلون يستخدم وقلنا هو يعتبر صيغة للمورفيم لا أكثر ولا أقل يعني الألمورف يعني هسه شو مثل ما عدنا احنا الاي دي شوف يعني مرات مثلا نقول الاي دي اللي تنضاف للفعل أحيانا تنضاف تنضق اي دي نوم أحيانا تنضاف تي أو أحيانا تلفظ فقط دي فهذا الاختلافات في يسمونها هي هذه الألمورف واضح؟ زين تمارين قلت لكم هذه نفس الفكره مجرد تحفظها حفظ
ما بين كل الفكرة ولا أصلا يعني ماكو شيء صعب بين خلاص يعني مجرد تحفظ وحفظ. كتاب النحو المرحلة الثانية اعتماد الرئيسي على الحفظ، هو بيحفظ. هنا نفس الحالة، يعني أنا اللي يقصد بهذا الموضوع كليته، أنا عندي حرف ينطق بنفس الحرف ينطق بأكثر من شكل. مثلا عندنا الأس، الأس بالكلمة مرات تنضاف تنطق زي، مرات لفظ أس، مرات لفظ إي أس، وإلى آخره. ما بي كل شيء يعني، وكلش التركيز عليها مهم. هنا عندنا relative allomorphs. relative allomorphs معناه يعني احنا من نغير بالمورفيم it doesn't change، ما يتغير. يعني من نغير احنا مثلا بإضافة أخرى، هذه الإضافة راح تبقى بدون تأثير، واضح؟ بدون تأثير. مثلا سي سو، هذا هنا بقت نفس الكلمة، يعني اثنين معناها نيارة، هذا المقصود به. تيك توك، هذا سبيك سبوك، نفس المعنى بقى، هذا المقصود به. مجرد تحفظ التمارين مالتك ولا أكثر ولا أقل. الهامافونز تكلم حكينا عنها، انه انت عندك نفس الكلمة كلفظ لكنها تختلف بالسبيلنج وتختلف في المعنى. ميت تعني يلتقي، وميت الثانية معناها لحم. فنا الاختلاف في اللفظ والعفو، اختلاف في السبيلنج والمعنى. خاف تجيك تعريف زين. مواضيع البقية مو كلش مهمة، ما عليها تركيز قوي. هذا كل ما يوجد بالنسبة للشابتر الثامن. ما بي شيء سهل، واي سؤال او استفسار بس نبه نقول لك سؤال ما فهمه وانا حاضر ان شاء الله. اتمنى ان استفادتوا واستوعبتوا هذا الشابتر، وان شاء الله راح اجيب لكم اسئله عن قريب. وبقى موضوع الاضافات الاوليه والاخريه حكينا عنها ان شاء الله. احنا قلت لكم راح اسوي لكم فيديو خاص به، وان شاء الله راح ينزل فيديو قريب ان شاء الله بعون الله تعالى عن هذا الموضوع، موضوع الاضافات. كل ما يوجد بهذا الفيديو أتمنى أن استفادته، ولا تنسون الاشتراك بقناتنا ودعمنا أكثر وأكثر حتى نستمر بعون الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.